خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، موضوع الحقيقه يمس يعني قطاع كبير من الشعب المصري. الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي شغاله دلوقتي على خط تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكيه اللي اسمها البطاقه الزرقاء لكارت ميزه. ده بيتم اصداره مجانا للتسهيل على اصحاب المعاشات على عده محاور. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تواصل تنفيذ خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة البطاقة الزرقاء لقرب انتهاء صلاحيتها إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي. وخلال الفترة الماضية قامت الهيئة بتحويل ما يقرب من 8,800,000 بطاقة، وذلك من إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش البالغ عددهم 10,500,000 صاحب معاش ومستفيد، على أن يتم تحويل باقي بطاقات المعاشات البلاستيكية لعدد يقترب من 1,700,000 مستفيد إلى كارت ميزة، وسط تيسير كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات لاستخراج الكارت بكل سهولة. ويمكن للقائم بالصرف بالبطاقات الزرقاء التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزة في نفس اليوم الذي تقدم فيه بالطلب، وذلك دون تحمل أي أعباء مالية. وأيضاً يمكنه التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش. طبعا خطوة مهمة جدا بالنسبة لأصحاب المعاشات، هنستبدل البطاقة البلاستيكية اللي هي الزرقاء دي بكارت ميزة، وكارت ميزة كل المميزات زي ما تابعنا خلال هذا التقرير بتقدر من خلاله انك تعمل مشتريات كمان، فيعني الموضوع ما هوش مسألة ان بصرف بس المعاش، لا مشتريات وتقدر تسحب من اي ماكينة صرف آلي، فدي يعني طبعا هتسهل كتير قوي على أصحاب المعاشات بكل تأكيد.